متخرجين بشهادة الآثار كامل، ما كانش اللي خدم لا ليسونس ني ماستر، ما كانش توظيف. كان عندنا الحق في التوظيف في التعليم، نحاو عندنا عامين ملي نحاولنا الحق في المشاركة في مسابقة التعليم في الأطوار الثلاث نحاوها لنا. اي بوغ حنايا رانا نقراو تاريخ، نقراو التراث اللي راهو كاين مدمج في البرامج في المنهج في المدنية في التاريخ في الجغرافيا. طالب الآثار هو أغلى طالب في الجامعة الجزائرية. بما أننا نحن أغلى طالب، لماذا تكونني وتخرجني وتخليني مهمش؟ إحنا مشاكلنا بالدرجة الأولى تتعلق بالمشاكل اللي تتعلق بالتوظيف. إحنا طالب الآثار يدي شهادة تاعو سواء ماستر دو ولا ليسونس، ما عنده حتى بلاصة يتوظف فيها. المتاحف راهي مجمدة. إحنا كمطلب أساسي هو التوظيف في الأطوار التعليمية الثلاث. هذا الحق كان عندنا ومن بعد نحاوه لنا، مع العلم انه المنهاج الدراسي للطورين الابتدائي والمتوسط جل عناوينه تتحدث عن الآثار والتراث.